ما عم غني كثير مزبوط، لانه اللي انا حابه اعمله يعني ما بدي ولا بدي اسلق الاشياء ولا بدي اعمل شيء مثل ما بيقولوا لك الجمهور عايز كده او هيك السوق بده. لا مش هيك السوق بده، انا مثل ما انا بدي بيمشي السوق، يعني السوق بيلحقني او ما بيلحقني، بس بعمل مثل ما انا بدي، ومثل ما انا بدي بده مصاري يعني، وهو اسمه يعني اللي راح اعمله بيخليني سنين لقدام، يعني سي دي زاني دو كارير عم نحكي فيهم، مش عم نحكي نحن وحده بتضوي وبتنطفي صار سنه. مش انا ممثله يعني، بدي اعمل كل الادوار بنفس القوه وبدي امن باللي عم بعمله. مش غلط، هيدا حالي عم ندور عليه، عم ندور على انسانيتها، عم ندور على حقيقتها، انه ليش بدنا نتخبى بخيل اصبعنا وليش بدنا نبزق على العالم، وكل واحد منا يمكن في ببيته حدا مسلم. ومش غلط، بالعكس، الغلط الشذوذ اللي بنفكر فيه براسنا، الغلط الشذوذ اللي بنحكي فيه. مش غلط واحد يحب شو ما كان، المهم نحب، والمهم نحب فولي، والمهم نحب مضبوط من كل قلبنا. هلا كمان في مسرحية مع جورج خباز عم نحضرها هلا، اسمها ناطرينو. بلشنا ريبيتيسيون مبدئيا مثل كل سنة بنبلش بديسمبر. مسرحية كتير حلوة، بنصحكم تروحوا تحضروها، ومثل عادة جار بيبدع بش هيك، بيقطع مساجات بكل سلاسة وبكل نعومة، بس بيسفق كف يعني، وبنفس الوقت بيضحكك. هلا في كونتاكت عم بيصير، ما بقدر احكي بيه ولا شيء بعد ما مضى شيء، يعني ما بقدر حتى انه انا موجوده او لا، بس انحكى بموضوع مسلسل كثير كبير وكثير حلو، وكمان كو برودكسيون سوري لبناني. في فيديو كليب انا وبرونو بتكون تنتروا مبدئيا في نادي على العيد، وفي قبل العيد نادي غنيت برونو ما في حبيب، انا راح امثل معه الفيديو كليب، وفي الديو تبع انا وبرونو مبدئيا بينزل بينو الكوندو. امتى؟